الموضوع التاني بتاعنا النهارده هو موضوع البيرميشنز. الموضوع ده واحد من اهم المواضيع اللي لازم تفهمها وانت شغال، خلاص ما ينفعش تضيعه، ما ينفعش توقع منه اي حاجه، فركز كويس جدا. طيب ايه بقى موضوع البيرميشنز ده؟ بص يا سيدي، بكل بساطه احنا لو جينا عملنا كده ls-l هيعرض لك كل ملف عندك، ومين الاونر بتاعه كيوزر، ومين من الجروب هي كمان اللي بتقون الملف ده، او مين الجروب اللي بتملك الملف ده، تمام كده؟ طيب كلام جميل. السؤال بقى، مين اللي له صلاحيات على الملف ده؟ هو بغض النظر عن مين الاونر بتاع الملف ده دلوقتي، ان هو روت او غيره، اي ملف في الدنيا ايا كان الملف ده، مين اللي ممكن يتعامل مع الملف؟ بكل بساطة انا بتكلم على الاحتمالية وليس على الصلاحيات الفعلية. في فرق بين الاحتمالية، يعني انت ممكن في يوم من الايام يكون لك عليك صلاحيات، انما الصلاحيات الفعلية هي اللي متطبقة دلوقتي حالا، ماشي؟ ففرق بين الاتنين. طيب اي ملف في الدنيا ايا كان، ايا كان اللي ممكن يتعامل معاه حاجة من ثلاثة، يا اما المالك بتاع الملف ده خلاص، وساعات بيسموه، مش ساعات، هما بيسموه اليوزر اللي بيقون الملف ده خلاص، او الاونر، يا اما حد من نفس الجروب بتاع اليوزر ده خلاص، يا اما لا ده ولا ده، هيبقى بالنسبة لي حاجة اسمها other، تمام كده خلاص. تعال كده اوريك هنا مرة تانية، ارجع كده للترمينال، الاونر نفسه صاحب الملف، يا اما حد معاه في نفس الجروب. فاكر لما كنت عامل جروب اسمها دي سي ادمنز، والملف كان بتملكه جروب اسمها دي سي ادمنز، فده لو معايا حد في نفس الجروب هيبقى معاه صلاحيات خاصة، او لو الجروب دي ليها صلاحيات ان هي ترايت الملف او ان هي تعدل في الملف، هيبقى الراجل ده بالتبعية بما انه ممبر في نفس الجروب هيبقى من حقه يعدل في الملف. زي ما انت مثلا ممكن تكون شغال في شركة، والشركة دي عندكم حاجة اسمها داتابيز ادمنز، فالمفروض ان كل الملفات اللي كل داتابيز ادمنز ها ليهم صلاحيات عليها تكون الصلاحيات دي مشتركه بينهم. يعني لو عندي مصطفى داتابيز ادمن، فمن حقه يقرا الملفات او يكتب الملفات، او على حسب بقى صلاحيات الجروب دي كانت بتقول ايه، الله اعلم هي ايه لحد دلوقتي ما اعرفش، بس لو صلاحيات الجروب بتقول ان من حقه يقرا، فمن حقه يقرا او يعدل في ملفات على حسب هو من حق، او اسف الجروب من حقها تقرا تعدل في ملفات ولا لا، تمام؟ فلو الجروب من حقها تعدل هيبقى الراجل بالتبعية بما انه ممبر من حقه يعدل، ولو الجروب من حقها ان هي تقرا للملف بس، او تريد الملف بس، او تعمل له فيو بس، فمن حقه برضه ان هو يفيو الملف بس، ماشي كده؟ طيب الاذر بالنسبه لي هو اي حد تاني. يعني لو انا، لو في حاله ان انا مثلا انا مش صاحب الملف ولا انا ممبر في الجروب اللي بتملك الملف، فانا بالنسبه للملف ده ابقى ايه، حاجه ثالثه خالص اللي هي اذر، اللي هو اي حد تاني بقى، اللي هو زي بتقول كده الديفولت كاتيجوري، اللي هو ملهاش صاحب، يعني الملف ده ما اعرفش عنه اي حاجه، ماشي كده؟ طيب بكل بساطه، الاحتماليه ان الاونر او الملف ده ممكن يتعمل فيه ايه، ايه اللي ممكن تعمله مع الملف، ها ايه اللي ممكن تعمله مع ملف، اي ملف في الدنيا، ممكن تفيو الملف بس، او تريد الكونتنت بتاعه خلاص. يعني العمليات ممكن تكون يا اما ريد، يا اما تعدل الملف، يا اما الملف ده عباره عن executable فايل او باينري فايل، فانت هتعمل له اكسكيوت بكل بساطه، تمام كده؟ طيب يبقى الاونر ممكن يكون من حقه يريد، ممكن يكون من حقه يرايت، وممكن يكون من حقه اكسكيوت. طيب الجروب برضه ممكن تكون من حقها ان هي تعمل ريد او تعمل رايت او ها اكسكيوت. طب الاذر ممكن يكون من حقهم يعملوا ريد، او من حقهم يعملوا رايت، او من حقهم يعملوا اكسكيوت. ممكن، انا بتكلم على الاحتماليه خلاص. يبقى لو جيت رتبتهم كده، اليوزر، بص تعالى كده يعني نرتب الدنيا اكتر. اليوزر مثلا هديله رمز يو خلاص،
الجروب همثلها برمز جي، تمام؟ الاذر همثله برمز او. بما ان اليوزر ممكن يكون من حقه يعمل ريد او رايت او اكسكيوت، فتعالى برضو نمثل دول بايه؟ برموز كده. الريد همثلها بار، الرايت همثلها بدبليو، الاكسكيوت همثلها باكس. طيب اليوزر او الاونر ممكن من حقه يعمل ريد او رايت او اكسكيوت، الجروب برضو ممكن يكون من حقها تعمل ريد او رايت او اكسكيوت. طب الاذر برضو ممكن يكون من حقهم ريد او رايت او اكسكيوت. خليك فاكر انا مش بكلمك على الصلاحية الفعلية، انا بكلمك على الامكانية، هل ممكن اديهم الصلاحية دي؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. يبقى كده لو جيت مثلت اي حد في الدنيا ايا كان بقى ممكن يتعامل مع الملف، فهو هيكون مش هيخرج عن حاجة من ثلاثة، يا اما هو صاحب الملف، يا اما هو الاونر، يا اما هو ممبر في نفس الجروب اللي بتملك الملف، يا اما هو بيكون حاجه اسمها اذر، لا ده ولا ده، اللي هو اي حد تاني. طيب الاونر ممكن من حقه ريد او رايت او اكسكيوت، الجروب برضو ممكن يكون من حقها تريد او ترايت او اكسكيوت، الاذر برضو من حقهم يريد او يرايت او اكسكيوت. تمام كده؟ يبقى لو انا كده جمعت كده، بص كده تعالى كده نجمع، لو انا فصلت الثلاثه عن بعض، الاول الاونر همثله في كام بت؟ ده 1 2 3 3 بت. الجروب 1 2 3 3 بت برضه. الاذر 1 2 3 3 بت، يبقى 3 زائد 3 زائد 3 اجمالي عدد البتس اللي انت محتاجها 9. تمام كده؟ طيب كلام ممتاز. قال لك بقى استنى، عندك انا عشان اعرف نوع الملف هضيف له في الاول هنا خانه كده احدد النوع بتاعه، فقال لك بس ضيف لي خانه كده دلوقتي خليهم 10 خلاص. وايه نوع الملف هكلمك عليه دلوقتي، ماشي؟ طيب كلام جميل. الخانه دي بقى ايه اللي ممكن يكون فيها؟ قال لك نوع الملف. طب يعني ايه نوع الملف؟ قال لك بص انا هديك كده سيمبلز عشان تقول لك الملف ده نوعه ايه. زي ايه مثلا؟ زي الداش. الداش دي لو لقيتها معناها ان هو فايل عادي. طيب ايه كمان؟ ها لو لقيتها دي معناها ان ده عباره عن دايركتري او ده فولدر بكل بساطة. طيب ايه كمان يا سيدي؟ لو لقيتها مثلا بي دي معناها ان هي بلوك ديفايس. لو لقيتها مثلا سي معناها ان هي كاركتر ديفايس. تعالى كده. كاركتر ديفايس. خلاص؟ ايه تاني يا سيدي؟ تعالى ناخد بس مسافة لان ما فيش عندي مساحة كافية هنا. لو لقيتها L مثلا معناها اللي هو لينك فايل. ايه موضوع ايه طب نورمال فايل ودي فاهمينها، طب دايركتري ودي فاهمينها مش محتاجه. طب ايه بقى السي او البي دي؟ بص انا قلت لك في اول او تاني سيشن ان everything is a file، فاكر لما قلت لك كل حاجه عندك في الدنيا هي فايل؟ اللينكس بيعامل الماوس بتاعك عن طريق فايل، الكيبورد عباره عن فايل، الديسك نفسه عباره عن فايل، خلاص؟ ف في عندك نوعين من الديفايس فايلز اللي موجودين، خلاص؟ او خلينا دلوقتي في الوقت الحالي هنتكلم عن نوعين. النوع الاول اسمه كاركتر ديفايس، والنوع الثاني اسمه بلوك ديفايس. اديك مثال على الكاركتر ديفايس او البلوك ديفايس. هي اصلا البلوك ديفايس مثلا هي الديفايس اللي الداتا بتتقرا منها وبتتكتب لها بلوك باي بلوك، بيسموها كده تشانك باي تشانك. يعني اديك مثال عليها، الديسك بتاعك، الديسك بتاعك لما بيجي يكتب الداتا بيكتبها عليه، بيكتبها كاركتر باي كاركتر ولا بياخد شويه بلوكس كده مع بعض يكتبهم؟ بتتكتب بلوكس، ماشي كده؟ طيب اقول لك على كاركتر ديفايس من غير ما تاخد بالك، الكيبورد بتاعتك ها عباره عن كاركتر ديفايس ولا لا؟ انت بتدخل الداتا منها عباره عن كاركتر باي كاركتر، حرف بحرف، صح؟ تمام كده؟ موضوع واضح جدا، اعتقد ان هو واضح يعني. فالكاركتر ديفايس اقول لك على حاجه، التي تي واي، التي تي واي التيرمينال بتاعك نفسه، فاكرين تي تي واي؟ التيرمينال نفسه، التيرمينال ده عباره عن هيتعمل له ريبريزنت بفايل وهيستقبل الداتا اللي انت بتدخلها له من الكيبورد كاركتر باي كاركتر. فالتي تي واي نفسها هتمثل، هيعمل تمثيل ليها عن طريق كاركتر ديفايس
وهتبقى موجوده تحت سلاش ديف. تخيل تخيل ايه بجد ده اللي هيحصل فعلا. ماشي، الديسك نفسه هيتمثل في بلوك ديفايس، يبقى مثال على البلوك ديفايس الديسك بتاعك، مثال على الكاركتر ديفايس الكيبورد مثلا او التي تي واي، لان الداتا بتتكتب او بتتقرا منهم او بتتكتب لهم عباره عن كاركتر باي كاركتر. طيب اللينك فايل، كلمه اللينك دي اعتبرها في ويندوز زي الشورت كات. عارفين الشورت كات في ويندوز؟ شورت كات لما اعمل شورت كات لفايل هو اللينك فايل، بس بكل بساطه لحد ما ناخد السوفت لينك والهارد لينك والفرق بينهم ان شاء الله بكره او بعد بكره، يا بكره يا بعد بكره كمان. ها ماشي كده. يبقى الخانه الاولانيه تاني في البرميشنز هتحدد لي اذا كان ده ملف عادي ولا دايركتوري ولا عباره عن بلوك ديفايس ولا كاركتر ديفايس ولا لينك فايل ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بالمناسبه في انواع كتير قوي زي سوكتس ومش عارف وبايبس وشويه حاجات كده، بس يعني خليها لما نوصل لها، لما نوصل لكل واحده فيها ولما نقابل كل واحده فيها اقول لك عليه. في انواع كتير اساسا. تمام، ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى كده البرميشنز اللي عندي مثلتها في ايه؟ ها في 10 بتس. طيب كلام جميل، تعال نمسح الكلام ده كله كده، تعال نرجع تاني نبدا. ممتاز، يبقى تعالى كده خلينا فاكرين دايما ان البرميشنز انا عندي اليوزر وعندي الجروب وعندي الاذر. اليوزر همثله بريد رايت او اكسكيوت او اقصى برميشن ممكن ياخدها ريد رايت او اكسكيوت. الجروب برضو ريد او رايت او اكسكيوت. الاذر ريد او رايت او اكسكيوت. طيب كلام جميل، والبيت الاولانيه ده نوع الفايل تمام كده، ودول ال10 برميشنز اللي عندي. طيب السؤال بقى، السؤال بقى لو انا مش مدي للاذر خلاص الرايت بيرميشن، ايه اللي هيتكتب هنا؟ هسيبها فاضيه ولا ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا، لو انت مش مدي البيرميشن اهو، بس سهل قوي، هتعمل ايه؟ حط مكانها ايه؟ شرطه بس. خلاص؟ يبقى ما تخلطش الشرطه اللي في الاول دي، ده الفايل تايب، ده نوع الملف. لكن اللي في النص دي معناها ان البيرميشن مش موجود فين؟ ها في البت دي. تمام؟ خليك دايما فاكر الثلاثه الاولانيين بتوع اليوزر، الثلاثه التانيين بتوع الجروب، الثلاثه التالتين بتوع الاذر. طيب ممتاز جدا. طيب تيجي اديك كده شويه بيرميشنز وتحاول ترجمها لي. تعالى كده مثلا بيرميشن بالشكل ده، والملف اسمه فايل واحد. بص يا سيدي، تعالى كده ترجم كده الكلام دوم. اول واحد ها تعالى كده بكل بساطه امسكهم لي كده. اول خانه دي اللي هو الفايل تايب، صح؟ اولا الملف ده نوعه ملف عادي واسمه فايل واحد، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه الاونر من حقه يعمل ايه، او اليوزر اللي بيملك الملف ده من حقه يعمل ريد رايت فقط بس كده. طيب الجروب بتاعت او البرايمري جروب بتاع اليوزر ده ها من حقها تعمل ايه؟ من حقها تعمل ايه؟ ريد فقط. طيب الاذر من حقهم يعملوا ايه؟ ها يعملوا ريد بس برضه. طيب الحاله الثانيه بتاعتنا، الحاله الثانيه اول حاجه انا عندي الفايل تايب نوعه ايه مبدئيا؟ ده دايركتوري. طيب اسمها ايه؟ اسمها تيست. طيب الاونر من حقه يعمل ايه؟ ها من حقه يعمل ريد فقط. طب الجروب من حقها تعمل ايه؟ من حقها تعمل ريد برضو. طب الاذر ريد برضو. طيب كلام جميل. طيب الملف الثالث، الملف الثالث نوعه ايه؟ ها
ده عباره عن كاركتر ديفايس. طيب الاونر من حقه يعمل ايه؟ يعمل ريد. طب الجروب من حقها تعمل ايه؟ ريد او رايت او اكسكيوت، اي حاجه من الثلاثه. طيب الاذر من حقهم يعملوا ايه؟ ها، ريد او رايت او اكسكيوت برضو. طيب كلام جميل ممتاز. طيب الاخير بقى، الاخير نوعه ايه؟ ها، ده عباره عن بلوك ديفايس. بص كده، الاونر مش من حقه يعمل اي حاجه، ولا الجروب البرايمري جروب من حقها تعمل اي حاجه، ولا ها، ولا الاذر من حقهم يعملوا اي حاجه. بس كده انتهت. ها، صعبه صعبه الحكايه دي. طيب كلام جميل ممتاز. تعالى هنا كده، تعالى ال اس كده داش ال، بص لي كده عندي ام كي داير تيست، تيست 2. بص لي عندي كده يا سيدي اهو، تعالى كده. اول حاجه عندك تعالى امسك فايل 11 ده اهو، شايفه؟ اول حاجه الملف ده نوعه ايه؟ الملف ده، ده ملف عادي. طيب اول حاجه مين الاونر بتاعه؟ الاونر بتاعه هو ها الروت. طب ومين الجروب اللي بتملكه؟ يبقى اليوزر اللي بيملكه هو روت، والجروب اللي بتملكه روت برضه. طيب بص لي كده كويس، الاونر بتاعه من حقه يعمل ايه؟ ها، ريد او رايت فقط. طيب هل معاه ان هو يعمل له اكسكيوت؟ يعني لو الملف ده عباره عن باينري فايل من حقه يعمل له اكسكيوت؟ لا مش من حقه. طيب ال ال الجروب، الراجل ده الجروب اللي تملك ملف اللي اسمها روت. طب الجروب اللي اسمها روت دي من حقها تعمل ايه؟ تعمل ريد فقط. طيب بالنسبه للاذر من حقهم يعملوا ايه؟ ها، ريد برضو بس، مفيش اي حاجه غير ريد. طيب بص لي كده، الدوت اللي في الاخر دي معناها ايه؟ انت قلت لي هم 10 بتس، طب ايه الدوت اللي في الاخر دي؟ انت ما قلتليش يا عم على في حاجه اسمها دوت هنا في الاخر. بص بكل بساطه هقول لك دلوقتي، الدوت دي معناها ان السي لينوكس بتحمي الملف ده. لما نيجي للسي لينوكس هشرحها لك بالتفصيل الممل، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، خلاص اعتبرها كانها مش موجوده، ماشي؟ يبقى الدوت دي كانها مش موجوده دلوقتي خالص. طيب بعد كده ايه واحد ده؟ ها، حد عارف ايه واحد ده؟ حد عارف ايه واحد ده؟ واحد ده هو اللينك كاونت. ايوه، في كام شورت كات متاخده من الملف، بلاش شورت كات، في كام لينك للملف ده؟ خلينا برضو لللينك لحد ما اوضحها لك بكره ان شاء الله، بكره بكره اشرحها لك، خلاص؟ فما تشغلش بالك بالخانه دي بس كده لمده 24 ساعه. طيب اللي بعدها ده قلنا ده الاونر وده الجروب. طيب ايه الصفر اللي بعدها ده على طول؟ ده الفايل سايز، ده حجم الملف، خلاص كده؟ طيب بعد كده ده ايه ده؟ ده التاريخ بتاع ها اللاست اكسس تايم بتاع الملف ده. طيب وده في الاخر ايه؟ الفايل نيم. ها، واضح الحكايه دي؟ طيب تعالى اديك مثال. اللي تحت، اللي تحت ده يا سيدي ها الدايركتوري اسمها ايه؟ او انا عندي دايركتوري اهو، الدي اهي موجوده، ممتاز، واسمها تيست. انا عندي ملف نوعه دايركتوري واسمها تيست. طيب الاونر من حقه يعمل ايه؟ ريد او رايت او اكسكيوت، صح؟ طيب الجروب من حقها تعمل ايه؟ ريد او اكسكيوت بس. طب الاذر من حقهم يعملوا ايه؟ ريد او اكسكيوت بس. الدوت اللي تحت دي معناها ان السي لينكس انيبلد، ها، وبتحمي الملف ده دلوقتي حاليا. الاثنين دي معناها اللينك كاونت باثنين، وقلت لك لسه هشرح لك اللينك كاونت. بعد كده ها الروت الاولاني ده الاونر، الروت الثاني ده الجروب اللي بتملك الملف. بعد كده الفايل سايز قد ايه؟ 6. طيب بعد كده ها ده اللاست اكسس تايم اللي هو لسه النهارده حالا تقريبا من 3 4 دقائق ساعه ما عملت له كرييت ام كي داير. طيب بعد كده ده ايه ده؟ ها ده ايه؟ ده اسم الملف.
بس خلاص. لما بتنشئ اي ملف بياخد بيرميشن بشكل افتراضي. ليه؟ لان في عندك حاجه اسمها اليو ماسك، لسه هتتشرح برضو، لسه هشرحها لك. خلاص ما تحاولش تجري، احنا ماشيين براحتنا واحده واحده يعني، مش حد بيجري ورانا. طيب كلام جميل، بص لي كده يا سيدي. دلوقتي السؤال بقى، السؤال انا عايز اغير البرميشن بتاعت اي ملف موجود عندي او اي دايركتري. انا عايز اغير البرميشن دي، هغيرها ازاي؟ والله الموضوع بسيط جدا. بص انا قلت لك همثل اليوزر او الاونر بايه؟ بيو صح؟ والجروب همثلها بايه؟ بجي، والاذرز همثلهم باو. طيب قلت لك همثل الريد بايه؟ بار، والرايت بايه؟ بدبليو، والاكسكيوت باكس. حلو جدا. طيب دلوقتي انا عايز اضيف للاذر، عايز اضيف دبليو على فايل، هعمل ايه؟ عندك امر بسيط جدا اسمه سي اتش مود. الاذر ها بمثلهم بايه؟ بالاو طبعا، في هنا مسافه ما تنساش. او هضيف ها رايت للفايل اللي اسمه وليكن فايل واحد، بس كده. والله بس كده. تعال كده نجرب، تعال كده نجرب. بص لي هنا مثلا، انا عندي يا سيدي الفايل اللي اسمه وليكن فايل اتنين، ده شايفه؟ انا دلوقتي الاذرز معهمش ايه؟ مفيش معاهم رايت، تمام؟ طب انا عايز اخلي الاذر معاهم رايت للملف ده، هعمل ايه؟ تعالى كده ls داش l فايل 2. حلو، هقوله كده chmod الاذر بلس w للملف اللي اسمه فايل 2. ls داش l فايل 2 دلوقتي، بص ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتضاف؟ ضفت رايت بيرميشن لمين؟ ها؟ للاذرز. سهلة؟ طيب اللي بعده، طب انا عايز يا سيدي امسح الريد بيرميشن من الجروب. الجروب كانت بتتمثل بايه؟ بالجي. طيب الريد كان بيتمثل بايه؟ بالار. هقول له ايه؟ سي اتش مود جي ماينس ار، لو عايز امسح او احذف بيرميشن من الملف اللي اسمه فايل 2. ما تنساش اسم الملف، اسف اسم الملف. الناس بيعملوا ايه؟ بيحطوا الامر وبنسى اسم الملف، فيروح عامل الحركه الغبيه ديت، هيطلع لك يديك على وشك بالقلم ويقول لك انت بتهرج يعني ولا ايه؟ لازم تقول له اسم الملف. ها طيب كلام جميل، بص كده عليه دلوقتي، بص ايه اللي حصل من الجروب اهون. بص من شويه الجروب كان ايه اللي عندها؟ كان عندها ريد اهو، تمام؟ حذفنا الريد منين؟ من الجروب. طيب كلام جميل. طب لو عايز اضيف اكسكيوت للاونر، هقول له ايه؟ سي اتش مود الاونر بيتمثل بيو، هقول له اضيف له اكسكيوت للملف اللي اسمه فايل 2 ال اس داش ال فايل 2. اهو الاكسكيوت اتضاف اهو، ما كانش عندي اكسكيوت هنا، بقى عنده اكسكيوت هنا. يبقى الملف ده لو اكسكيوتابل هيقدر ينفذه دلوقتي، هو دلوقتي بقى اكسكيوتابل بالمناسبه كده، بقى معاه اكس بيرميشن. خلاص طيب حلو قوي. في حاجه بس عايز اقول لك عليها، اللون اتغير. ايوه الله يفتح عليك، يبقى انت كده النهارده خدت اللون الثالث. احنا اتكلمنا عن لونين قبل كده، الابيض والازرق صح؟ الابيض معناه ان هو فايل عادي، الازرق معناها ان هو كان ايه؟ ها دايركتوري. اللون الثالث النهارده اللون الاخضر اللي انت شايفه ده، اللون الاخضر ده او الليموني ده، اللون ده معناه ان هو اكسكيوتابل فايل. ماشي؟ يعني مش فاهم اكسكيوت. بص عارف يعني ايه مش عارف عارف يعني ايه اكسكيوتابل فايل؟ يعني الملف ده ممكن تحط جواه كود ويتنفذ. بص لي كده، تعالى كده افتح الملف ده كده نانو فايل 2، وتعالى احط لك اوامر كده مثلا زي ديت، زي كال، زي ال اس، زي الاي اكس اي بالظبط. بص لي كده، هنفذ الملف ده
بص ايه اللي حصل للملف ده، معنى ان هو اكسكيوتابل، يعني جواه كود وهيتنفذ. بالمناسبه جواه كود ويتنفذ، ممكن يكون شيل سكريبت، ممكن يكون باينري فايل. ها بالمناسبه يعني فهمت يعني ايه اكسكيوتابل فايل؟ يعني الملف ده ممكن احط جواه كود خلاص ويتنفذ، بس بكل بساطه. شفت ده معنى اكسكيوتابل فايل. زي الاي اكس اي في ويندوز، بتضغط دبل كليك على الاي اكس اي بيفتح في وشك على طول. طيب كلام جميل ممتاز. السؤال بقى هو انا، ايوه زي الباتش فايل بالظبط، الله يفتح عليك. هو انا ممكن اضم البرميشنز مع بعض؟ يعني ايه بقى اضمها لي كده، اوضح اكتر. بص لي كده، انا دلوقتي يا سيدي ها طبعا نضيف كمان ريد بيرميشن الاول قبل ما اي حاجه، الجروب بلس ريد لفايل 2. حلو قوي. بص لي كده، شايف الملف ده الاونر من حقه يريد، والجروب من حقها تريد، والاذر من حقهم يريد. شايف اهو، حلو قوي. طب ينفع ان انا اشيل الريد بيرميشن من الاونر ومن الجروب مع بعض؟ ها ينفع. ممكن اقول له كده سي اتش مود اليوزر والجروب، شيل منهم ها الريد، الملف اللي اسمه فايل 2. بص لي كده، بص ايه اللي حصل في خطوه واحده، في خطوة واحدة ممكن، مفيش أي مشاكل خالص. طيب هو أنا ينفع أضيف إكس بيرميشن، ينفع أضيف إكس بيرميشن للجروب وللأذر مع بعض؟ ممكن أعمل كده سي اتش مود الجي والأذر بلس إكس للملف اللي اسمه فايل 2. بص كده إيه اللي حصل؟ اضاف لهم اكس بيرميشن. طيب كلام جميل. طب انا ممكن اضيف او ممكن امسح اكس بيرميشن منهم كلهم. ممكن اقول له كده سي اتش مود يو جي او ماينس اكس للملف اللي اسمه فايل 2 اهو. خلاص بص كده، شفت ايه اللي حصل للتلاتة مع بعض؟ ايه رأيك؟ اقول لك على حاجة كمان، هو انا ممكن اضيف read او ممكن اضيف اكس بيرميشن للتلاتة مع بعض؟ او ممكن تقول له كده بدل ما هي ماينس خليها بلس، صح؟ ممكن واحد يجاوب كده. في طريقة تانية، ممكن اقول له بدل ده كده واقول له ايه معناها all ls dash l اهو، راح فين اهو. بص ايه اللي حصل، ها اضاف ليهم كلهم. يبقى ايه ها ده رمز جديد خالص لسه بنتكلم عليه اهو، ايه معناها اول. ممكن تضيفه ونمسح في نفس الكوماند. ايوه ازاي؟ ممكن اقول له كده سي اتش مود اليو بلس ار كوما ها الجي بلس، او خليها يو جي بلس ار، يلا بقى، واقول له الاذر ماينس اكس ماينس دبليو اكس كمان. ايه رايك في الحكايه دي؟ فايل 2. بص كده ايه اللي حصل، شفت انا عملت ايه؟ ضفت لليوزر والجروب ريد بيرميشن اهو، الريد اهو والريد اهو، وبعد كده مسحت من الاذر الرايت والاكسكيوت اهو. ها مظبوط. بص كده الناتج ده، وبص للاصل بتاعه، مظبوط ولا لا؟ يبقى ممكن تعمل اي كومباينيشن انت عايزها، بس ما تجيش بقى تعمل حركات ملهاش اي لازمه. زي ايه؟ تيجي لي هنا كده وتروح عامل لي كده. بص ما تجيش بقى تحرك بقى، يعني ما تسيبليش مسافات، ماشي كده؟ طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه عشان يبقى ايه احنا انجزنا هنا كده،
مش اخر حاجه، الحاجه اللي قبل الاخيره، اللي قبل الاخيره. بص لي بس، لا لسه ما لسه ما كلمش على اي حاجه. خلينا موضوع تاني، موضوع تاني خالص يا حسام. بس خلينا نرجع تاني هنا كده، ده البرميشنز. نسيتني يا حسام والله، كنت اقول ايه، حرام عليك. بص لي كده، انا عندي الملف اهو، تعالى عشان نقدر نجرب. هقول له كده مثلا كمثال الـ other plus x. بص لي هنا كده، read write execute read write execute read write execute. دلوقتي انا عايز امسح الاكسكيوت من الاونر ومن الجروب ومن الاذر، مش عايز اخلي لا الاونر ولا الجروب ولا الاذر يكون معاهم صلاحيات ان هم ينفذوا الملف ده. تتعمل ازاي؟ ممكن اقول له كده سي اتش مود اي ماينس اكس، مظبوط ده اي ماينس اكس، مظبوط هتشتغل الملف اللي اسمه فايل 2. طيب بص، لو عملت كده، لو ما حددتلوش انت عايز تمسح لمين، اوتوماتيك هيمسح لمين، للكل. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا، طيب شيء رائع. فاضل لي حاجة واحدة بس عشان ابقى خلصنا الموضوع دول، ونبدأ بقى ايه اشرح لك معنى البرميشنز دي ايه. دلوقتي عرفنا البرميشنز تتعامل معاها ازاي، ازاي تغيرها، وتعال بقى نطبق بشكل عملي كمان بعدها. اخر حاجه خالص، بص لي كده، كوبي كده مثلا لفايل 12 وفايل 3، حطهم لي جوه الفولدر اللي اسمه تيست. ماشي، ال اس كده للفولدر اللي اسمه تيست، ها اتنقلوا جوه اهو، شيء ممتاز. جميل جميل جدا. ال اس كده داش ال عندي، بص لي تيست كده البرميشنز بتاعته ايه، ريد رايت اكسكيوت ريد اكسكيوت ريد اكسكيوت، حلو قوي. بص لي كمان كده ال اس داش ال للفولدر اللي اسمه تيست من جوه، قال لك ده جواه ملفين، واحد اسمه فايل 3 وواحد تاني اسمه فايل 12، ودي البرميشنز بتاعتهم. طيب يا سيدي انت عايز تعمل ايه، عاوز تقول ايه؟ بص، انا عايز اغير البرميشن بتاع الفولدر ده اخليها ريد رايت اكسكيوت فقط، وامسحها من الباقي. يعني انا عايز الجروب يكون معاه ريد اكسكيوت، ولا عايز الاذر يكون معاه ريد اكسكيوت، اعملها ازاي؟ ها ممكن اقول له كده سي اتش مود، وهقول له كده الجروب والاذر ماينس ار دبليو اكس من الفولدر اللي اسمه تيست. ال اس داش ال كده، لا مش دي، ها اتمسحهم. ها اتمسحهم صح. طيب جميل، بس في خازوق حصل، عارف هو ايه؟ لو انت جيت عملت كده، شايف ايه اللي موجود؟ هو طبق على الفولدر من بره، على الدايركتوري من بره، بس اللي جواها فضلوا زي ما هما. طيب فاللي انا كنت عايز اعمله ايه؟ بكل بساطة لما اغير للفولدر ده، عايز ابلاي البرميشنز للفولدر باللي جواه كله على بعضه كده، تمام؟ طيب ازاي اعمل الحكايه دي؟ بص، قالك لما تيجي تابلاي البرميشنز على فولدر باللي جواه، استخدم الاوبشن ده داش ار كابيتال. ار معناها، ار كابيتال معناها ريكيرسيف او ريكيرسيفلي. يعني ايه ريكيرسيفلي بقى؟ يعني الفولدر ده باللي جواه كله على بعضه كده. فاكرين سي بي داش ار؟ بس مع الكابي كنت تستخدم داش ار سمول، انما مع سي اتش مود ها بتستخدم ها ار
كابيتال. بص لي كده، لو جيت عملت ls للفولدر من بره read write execute بس، تمام كده. طب بص لي بقى على الكونتنت كمان اللي جوه دلوقتي، بص ايه اللي حصل له. ها من شويه انا قلت لهم امسح لي من الجروب والاذر، ها read write execute. بص الجروب والاذر كان معاهم ايه من شويه، راحوا فين يا سيدي؟ بص الجروب والاذر كان معاهم ايه، read. بص ايه اللي حصل له، مسح الريد من الجروب ومن الاذر، حتى من الكونتنت اللي جوه نفسه. ها وضحت؟ ماشي. حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. لسه هكلمك والله على المعاني دي، اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. طيب يبقى حلو، انا عملت فايل زيها وبدات اتعلم ازاي اغير البرميشنز. طيب السؤال بقى، السؤال هو بكل بساطه، تعالى هنا كده هعمل SU كده لمين يا سيدي، او قبل ما اعمل SU تعالى نشرح اولا كان ايه، نجربها عملي. بص لي كده، هتكلم دلوقتي بالنسبه للفايل. لو انت عندك فايل وعليه read permission خلاص، بغض النظر عن انت كنت مين، لو انت ليك read permission على فايل، عارف ده معنى ايه؟ لو انت ليك read permission على الفايل ده معنى ايه؟ ان انت ممكن تريد الفايل ده، او بكل بساطة هتعمل فيو للكونتنت بتاع الفايل ده من غير ما تعدل اي حاجة فيه اطلاقا. ها واضحة؟ اعتقد دي واضحة. رايت للملف معناها ان انت ممكن تعمل ايه؟ تعدل الملف ده، او ان انت تديليت الملف ده، او تعمل له اوفر رايت، اعمل اي حاجه في الملف. بكل بساطه الرايت معناها اي تعديل ايا كان الملف خلاص. طيب الاكس معناها ايه؟ ها الاكس معناها ان انت ممكن تعمل اكسكيوت للملف ده، ان انت تنفذه، ان انت تران الملف ده. الله يفتح عليك، مظبوط كده. طيب كلام جميل. طب لو احنا بقى بنتكلم على دايركتوري بقى، مش فايل بقى المره دي، لا ده انا بكلمك على فولدر. الريد على فولدر معناها ايه؟ تعال كده نتكلم بقى على دايركتوري المعاني بقى. لو انت عندك دايركتوري، فكلمه او الريد بيرميشن على دايركتوري معناها ان انت تعمل ls للدايركتوري دي. يعني لو عايز تعرض الملفات اللي جوه الدايركتوري، ها لازم يكون ليك ريد بيرميشن عليها. طيب عارف رايت بيرميشن على دايركتوري معناها ايه؟ ان انت ممكن تاد او تديليت فايلز للدايركتوري دي، او الدايركتوري نفسها. يعني لو ليك رايت بيرميشن على الدايركتوري، فانت ممكن تمسح الدايركتوري نفسها بكل بساطه. رايت على دايركتوري معناها تضيف، ها او ها تمسح للدايركتوري دي. طيب بكل بساطه اقصد ملفات طبعا يعني. طيب الاكس بيرميشن على دايركتوري معناها ان انت تقدر تعمل cd للدايركتوري دي، او ls-l للدايركتوري دي. يا ده يا ده خلاص. يبقى الاكس بيرميشن معناها تقدر تعمل ايه؟ ها cd او ls-l. واضحه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى خليك فاكر معمل بيرميشن بيختلف، سواء او بيختلف لو انت بتطبقه على فايل او على دايركتوري. لو بتطبقه على فايل معناه هيكون له معنى، لو بتطبقه على دايركتوري ليها معنى تاني خالص. ماشي. ايوه ls بتختلف عن ls-l بتختلف عن ls في حاجه واحده بس، ان ls بتعرض الملفات بس كده من بره، انما ls-l لازم تخش جوه الدايركتوري وتسالها ايه البرميشنز بتاعه الفايل دي. وليه الحكايه دي مختلفه هتعرفها ان شاء الله لما نوصل للاي نودز واللينكس. انا قلت لك ان شاء الله بكره هنحاول نبدا في اللينكس، صح؟ السوفت لينك والهارد لينك. اول ما اكلمك عليها هتفهم ليه
ان ال اس داش ال مختلفه عن ال اس، ماشي؟ لان ال اس داش ال بيخش جوه الدايركتوري الاول، وبعد كده يسال الدايركتوري ها دايركتوري ايه البرميشنز بتاعت الفايلز اللي جواكي ديت. فطالما محتاج يدخل جوه الدايركتوري كان لازم يكون عنده اكس برميشن، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. نرجع تاني. بصري كده مثلا، بصري كده مثلا SU كده مثلا لعلي MK dir test chmod a minus read write x للفولدر اللي اسمه test. بص لي كده علي cd جوه test، بص ايه اللي حصل. طيب بص لي كده علي ما معهوش read permission، بس علي هيكون معاه user plus x للفولدر اللي اسمه test. قدر يدخل ولا لا؟ بص علي معاه ايه دلوقتي؟ معاه اكس برميشن فقط. يقدر يدخل جوه تيست؟ اه يقدر يدخل. طيب كلام جميل. طب بص لي كده اهو، لو جه علي عمل ال اس للفولدر اللي اسمه تيست، بص ايه اللي حصل. ها لو جه يعمل ال اس ومعهوش ريد هيقول لا يا حاج استنى عندك، ازاي هتعرضه؟ مش هينفع. فانت لو جيت قلت له بقى سي اتش مود اليوزر بلس ار للفولدر اللي اسمه تيست، وجيت المره تقول له ال اس، ها اشتغل المره دي. هو اشتغل بس ما فيش جواه فايلز. فلو انت جيت قلت له مثلا كده تاتش للفولدر اللي اسمه تيست ملف اسمه فايل واحد، بص المره دي قال لك ايه؟ اوبا مش قادر. عارف ليه؟ لان انت ما معكش ايه يا معلم؟ ما معكش رايت. حلو. فانت المفروض عشان كنت تعمل كده كنت تقول له ايه كمان؟ اعمل لي رايت. بص لي كده الاول، تعال تاتش كده اهو ال اس كده، ها موجود. طب بص لو شلت لك الار، وجيت تعمل له ال اس، بص ايه اللي حصل. شفت بقى؟ يبقى الرايت معناها ها عايز ممكن اد فايلز او امسح فايلز من الدايركتري، الريد معناها ممكن اعمل ال اس للدايركتري، ال 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 الاكسكيوت معناها ان انا اعمل سي دي او ال اس داش ال. خلاص. بالمناسبه بص كده سي اتش مود يو ماينس اكس للدايركتري اللي اسمها تيست اهي. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال للتست، بص ايه اللي حصل. قال لي برضه برميشن دي نايت. حتى لو كان معاك بص ايه اللي حصل. واخد بالك؟ قال لك مش قادر اكسس الملف ده، وعرض لك اسم الملف، بس بص عمل لك ايه. عارف ده ليه؟ ده لانه ما قدرش يعمل سي دي جوه الدايركتوري نفسها عشان يسالها ايه البرميشنز بتاعت الملفات اللي جوه عندك. شفت بقى؟ ها وضحت؟ وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ يبقى دلوقتي لو قلت لك الريد على فايل معناها ايه والريد على دايركتوري معناها ايه تكون عارف الفرق بينهم. طب الاكس على فايل معناها ايه والاكس على دايركتوري معناها ايه تكون عارف الفرق بينهم. ها طيب بص لي كده بقى كمان. وليكن مثلا يا سيدي انا عايز اجرب صلاحيات دايركتوري. خلاص. وليكن هعمل كده ام كي داير سلاش هوم، وليكن هسميها ورك، بيرميشن دينايد. طيب ممتاز جدا. هعمل ايه بما ان اليوزر ده مش من حقه لحد دلوقتي يعمل اي حاجه؟ فانا هعمل كده ام كي داير سلاش ورك، اسف سلاش هوم ورك، ماشي.
وهقول له كده الاونر بتاع دايركتوري سي سلاش هوم ال اس داش ال. بص مين اللي بيملك الدايركتوري دي دلوقتي؟ ها روت وروت. طيب بص كده، لو عايز تغير الاونر شيب مش البرميشن، انا بكلمك دلوقتي على الاونر شيب بتاع فايل او دايركتوري، ممكن تستخدم الامر اللي اسمه سي اتش اون. خلاص، وسي اتش اون بسيط جدا، سي اتش اون واسم اليوزر. انا هخلي الدايركتوري دي مملوكه للراجل اللي اسمه علي، ماشي كده. للفولدر اللي اسمه وورك. بص لي كده مره تانية ايه اللي حصل. بص الفولدر ده كان مين اللي بيملكه؟ روت، صح. بقى مين اللي بيملكه دلوقتي؟ علي. طب بس لسه في حاجه، اللي كان بيملكه الجروب اللي اسمها روت، ولسه الجروب اللي بتملكه اسمها روت برضو. طيب الحل بقى يا عم، الحل انا عايز اخلي الجروب اللي بتملكه دي سي ادمنز. هتقول له كده سي اتش اون نقطتين دي سي ادمنز. عارف ده معنى ايه؟ ممكن اقول له كده علي نقطتين دي سي ادمنز. في الحاله دي هيغير اليوزر والجروب مع بعض. طب لو عايز تغير الجروب بس، اهو دي الفولدر اللي اسمه ورك. بص كده اهو تاني، لو عايز تغيرهم مع بعض تعالى كده خلي الجروب اللي بتملكه اسمها حسن. حسن نقطتين حسن برضو، ها للفولدر اللي اسمه ورك. بص كده عندك، ايه رأيك؟ يبقى لو عايز تغير بالنسبة لليوزر والجروب، ها هتقول له ايه؟ اسم اليوزر، بعد كده اسم الجروب، بعد كده الفايل او الدايركتوري. طب لو عايز تغير لليوزر بس، الاونر بس، ها اهو الاونر بس اهو. طب لو عايز تغير الجروب بس، الجروب اونر شيب بس اهو. الاثنين مع بعض تاني، ها حدد له الاثنين. وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ ها طيب تعال نغيرها كده مثلا لعلي ودي سي ادمنز كمثال مثلا. اسف سي اتش اون، ايه اللي انا بكتبه ده بس؟ سي اتش مود سي اتش اون، وفايل ده مش موجود، كان اسمها دايركتوري، كان اسمها ورك كمان ال اس داش ال اهون. هو عنده حق على فكره بالمناسبه، انا اللي كنت غلطان، هي من سي اتش مود سي اتش اون عشان اغير الاونر شيب، سي اتش مود عشان اغير البرميشن، ما تغلطش بين الاثنين. ها طيب كلام جميل. بص لي كده بقى مثلا اس يو كده، هروح يا سيدي لعلي cd slash home work اهو جواها مفيش مشاكل. طيب touch كده لملف اسمه فايل واحد، خلاص exit. تعالى هقول اليوزر اللي اسمه وليكن حسن، user mode -g dc admins. الاول قبل اي حاجه اس يو كده لحسن سي دي سلاش هوم وورك. حسن قدر يدخل لسلاش هوم وورك، عارف ليه؟ ها ليه؟ لان هوم وورك معاها مين يا معلم؟ معاها ريد اكسكيوت. حلو قوي. طيب ارجع لي بقى هنا كده سي اتش مود الاذر ماينس ريد اكسكيوت للفولدر اللي اسمه homework. طيب ممتاز جدا، تعالى كده اس يو مره ثانيه لحسن سي دي سلاش هوم وورك. قال لك ايه؟ بيرميشن دينايد. طب تعالى كده نضيف حسن للجروب اللي اسمها دي سي ادمنز ونشوف ايه اللي هيحصل. اكزت كده وتعالى كده قول له يوزر مود داش جي دي سي ادمنز الراجل اللي اسمه حسن. اي دي كده الحسن، ها هل انت ممبر في دي سي ادمنز؟ ايوه. طيب كلام جميل، اس يو كده الحسن مره تانية سي دي سلاش هوم وورك. ها المره دي قدر يدخل، ها معلم قدر يدخل.
طيب شغال اهو، بص لي كده. هوم وورك البرميشنز بتاعتها كانت ايه؟ ريد اكسكيوت. هل يقدر حسن ان هو يكريت فايل جواها تاتش كده لملف اسمه فايل واحد؟ بص ايه اللي حصل، قال لك بيرميشن دينايد. عارف ده معناه ايه؟ بكل بساطه لما تيجي تاكسس فايل او دايركتوري اوتوماتيك تلقائيا بيبص هل انت الاونر. لو انت الاونر بتاع الملف هيعاملك بصلاحيات الاونر بتاع الملف نفسه طبعا، او الدايركتوري. الكلام ينطبق على فايل او دايركتوري. طب لو انت مش الاونر، هل انت ممبر في الجروب اللي بتملك الملف ده؟ لو انت ممبر في الجروب دي هيعاملك بصلاحيات الجروب دي. وصلت؟ واديتك مثال هنا ان الراجل ده ما كانش ممبر في دي سي ادمنز، فلما جه يدخل جوه الدايركتوري قال له لا بيرميشن دينايد، بس لما ضفته للجروب ايه اللي حصل؟ قدر يدخل ويتعامل عادي جدا بصلاحيات الجروب. طيب فرضا لا انت لا الاونر ولا انت ها ممبر في الجروب اللي بتملك الملف ده، هيعاملك بصلاحيات مين؟ هيعاملك بصلاحيات الاذر. خلاص؟ ايوه بالظبط. عشان تعدل لازم صلاحيات الجروب يكون ليها رايت. تعالى كده اديك مثال، بص لي كده هنا اكزيت من هنا وتعالى كده اس يو الراجل اللي الفولدر ده كان صلاحياته لمين؟ ان يوزر علي. تعالى كده اس يو لعلي، هخلي علي سي اتش مود ان الجروب بلس دبليو للفولدر اللي اسمه هوم وورك. اكزيت اس يو كده حسن سي دي سلاش هوم وورك. المره دي كده تاتش لفايل واحد، او اسف قبل اي حاجه ال اس كده تاتش كده يا عم. الفايل دي خلاص اسمه فايل اتنين اتكريت. ده ليه المره دي؟ لاني ضفت ها رايت بيرميشن للجروب على الفولدر ده. وصلت؟ شفت المره دي الجروب ليها رايت، وانا ممبر في الجروب اللي اسمها دي سي ادمنز لما عملت لوجن كحسن، فالمره دي سمح لي ان انا ايه اعدل. ليه؟ لان صلاحيه الجروب بتاعتي تسمح بكده. يبقى خليك فاكر دايما 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 لما تيجي تتعامل مع اي فايل او دايركتوري اوتوماتيك هيبص عليك ها هل انت الاونر بتاع الملف. لو انت الاونر هي ابلاي البرميشنز اللي ملك للاونر بتاع الملف. طب لو انت مش الاونر هيبص عليك هل انت ممبر في الجروب اللي بتملك الملف. لو انت ممبر في الجروب اللي بتملك الملف هيعاملك بصلاحيات الجروب دي. لو انت لا ده ولا ده هيعاملك بصلاحيات الاذر. وخلاص على كده شكرا انتهت. ها حد عنده اي مشكلة؟ ها اكيد. طيب ممتاز، فاضل اخر حاجة خالص عشان نبقى خلصنا من الفيلم بتاع البرميشنز دون، اللي هو ايه؟ احنا دلوقتي طبقنا البرميشنز بالطريقة استخدمنا فيها. كفاية كده الناس تعبت صح؟ طيب ماشي، مفيش عندي اي مشاكل خالص بالمناسبة. طيب ماشي طيب خلاص نكتفي النهارده بالكميه دي، وبكره ايه هنكمل ان شاء الله بقيه البرميشنز. ايه تاني؟ هحاول بكره ممكن اتكلم ان شاء الله، مش هحاول يعني بقدر الامكان بكره بنسبه 90% هتكلم على السوفت لينكس والهارد لينكس. هتكلم على الاينود تيبل كمان ان شاء الله. ايه تاني ممكن اتكلم؟ في الفيم، اخش في الفيم بقى بحيث ان احنا كده يبقى خلصنا جزء حلو من التراك الاولاني. نبدا بقى كده فعلا بعد ما نخلص الحبه دول يبقى احنا كده هنبدا الكورس بتاعنا. ماشي؟ طيب ماشي، مش مشكله اللي باقي كله على بعضه ما يكملش 5 دقايق بس. بكره بس اكد عليكم هبدا بكره 7 ان شاء الله بالظبط، عشان التلت ساعه اللي في الاول دي بتفرق معايا كتير جدا، الناس بتكون لسه فايقه فيه.
فبس الناس معلش تبدأ في موعدها. ان شاء الله احاول ارفع الفيديو بكره الصبح بقدر الامكان، 7 الصبح هيكون ابعت لكم اللينكات قبل 7 ان شاء الله. تمام كده؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بكره على خير، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.